يرتفع استهلاك الغذاء في الكويت خلال شهر رمضان بنسبة تصل إلى 40% بحسب الإحصاءات المنشورة، ويصل الإنفاق الغذائي إلى ما بين 1500 و 2500 دينار لكل أسرة كويتية، مقابل أقل من النصف لمتوسط إنفاق الأسر الوافدة المقيمة في البلاد. هذا الجموح المستغرب في شهر مخصص للصيام، والذي تتجاوز قيمته 500 مليون دينار، تذهب في الحاجات الغذائية والاستهلاكية للمواطنين، مقابل 250 مليون لإنفاق الوافدين، حيث يرتفع معدل استهلاك المواطنين والوافدين للمواد الغذائية بنسبة 40%، وفي بعض المواد الغذائية الأخرى بنسبة 80%. وعلى الرغم من الارتفاع في الاستهلاك، إلا أن هناك تنافساً شديداً على مستوى أسعار المواد الغذائية، حيث تقوم الجمعيات ومراكز التسوق بعمل تخفيضات وعروض تنافسية خاصة لهذه المناسبة. ويتركز الاستهلاك خلال شهر رمضان على المواد الغذائية الأساسية بهدف تخزينها، كالدواجن التي يمكن أن تصل مبيعاتها إلى 400 كرتون في جمعية تعاونية واحدة خلال 3 أيام، واللحوم التي يتراوح استهلاكها لأسرة مكونة من 5 أفراد من 15 إلى 20 كيلو. أما الأرز فتبيع الجمعيات التعاونية حوالي 300 كرتون كل 3 أيام أرز من وزن 20 كيلو، أي حوالي 6000 كيلو أرز خلال 3 أيام، فضلاً عن المعكرونات باختلاف أنواعها والشوربات والتمور والحلويات الرمضانية والألبان، بالإضافة إلى البهارات والمكسرات. ويشمل شراء كل هذه المنتجات سالفة الذكر المواطنين والوافدين من الجنسيات العربية والإسلامية، فيما يرتفع الاستهلاك للطلبات الخارجية على المطاعم وشركات التجهيزات الغذائية من ولائم الإفطار والسحور، والتي غالباً ما تقبل عليها قطاع المساجد والمتبرعين ولجان الزكاة واللجان الخيرية ومناقصات لمختلف الوزارات كوزارة الأوقاف وقطاع الجمعيات، التي توفر وجبات إفطار لموظفيها من وجبات الدواجن واللحوم.